وحلقتنا اليوم كلياتها لغات. هلا مهنيا انا دكتور بالعلاج الفيزيائي. ما خطر ببالك صار لك زمان تتعلم اللغات انه تدخل كمان بنفس المجال بدراستك؟ الحافز الاساسي اللي خلاني فعلا ادخل بهالعالم اللي هو عالم اللغات هي يمكن الحب للواحد يتعرف على حضاره جديده، على ثقافات جديده. تعلمت وكم لغه فيك تقول انه انا بقدر اتكلم فيهم بطلاقه؟ يوناني، البرتغالي، العربية أكيد، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، ألماني. وألمانية أكيد. أنا ختمت اللغة، يعني أنا بحكي مثل المتحدثين باللغة الأم. شو رأيك أنت بهذا الكلام؟ يتعلم اللغة هذا شيء أساسي الواحد لازم يعرف. كيف تتمرن على اللغات؟ لأنه بدون تمرن على اللغات بتروح هاي اللغة، إن كان بالحمام، إن كان أنا وعم سوق، ما في حدود أبداً نهائياً. كيف قدرت تتعلم كل هاللغات؟ كيف بتقدر تركز وما تخربط بيناتهم؟ أول شيء ما في عمر للغات، لأنه أنا صار عمري 30 سنة، أكيد ما بقى فيه أتعلم لغة. يعني بصراحة أنا رجعت تعلمت اليوم كمان أشياء جديدة. متواضع، بس هلأ يمكن إذا عم بقول متواضع مش كتير مبين متواضع، بس إنه شو حيكون فحوى هاي الرسالة بسطر واحد؟ عنده سلام داخلي وسعادة بكل بساطة.